قرابة 5000 شخص، هذا هو عدد القتلى على يد الجيش الروسي منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، ومن بينهم 335 طفلا. هذه البيانات قدمتها فرق التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي أقرت بأن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. فمن المستحيل إجراء إحصاء دقيق بسبب عدم القدرة للوصول إلى الأراضي التي تحتلها روسيا. وفي الأراضي المحررة ليس من الممكن دائما العثور على المقابر الجماعية للأوكرانيين الذين قتلوا على يد الجيش الروسي. لا تزال هناك مخاوف بشأن عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة. توفر الأدلة المتزايدة لمكتبي أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة الروسية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في هذا الصدد. أكثر من 1200 جثة لمدنيين في إقليم كييف وحدها. تمكن ممثلو الأمم المتحدة من تسجيل وتأكيد 23 حالة عنف جنسي خلال الحرب واسعة النطاق، وخصوصا حالات الاغتصاب والتعذيب والتعري القسري والتهديد بالعنف الجنسي. معظم الحالات وفقا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ارتكبت في مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي. لم يتضح بعد حجم الانتهاكات بسبب القتال العنيف ومحدودية الوصول إلى الخدمات والنزوح الجماعي، حيث غالبا ما يكون الناجون غير راغبين أو غير قادرين على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. الأمم المتحدة مقتنعة أيضا بأن الأشخاص الذين مروا عبر ما يسمى بمعسكرات التصفية ولسبب ما يمكن أن يتعرضوا للتعذيب، فمن المستحيل معرفة ما سيحدث لهم بعد ذلك على وجه اليقين، كما يتم تنفيذ ما يسمى بعمليات التطهير في شبه جزيرة القرم المحتلة. في شبه جزيرة القرم يعمل التشريع الجديد على تقليص المساحة المحدودة بالفعل للتعبير عن الآراء المعارضة. تم توثيق 41 حالة مقاضاة لسكان القرم بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أو الدعوة إلى عرقلة القوات الروسية. تستهدف روسيا أيضا ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين خارج الأراضي المحتلة. فمنذ بداية الغزو الشامل قتل الجيش الروسي 19 صحفيا، فيما أصيب 14 آخرون. تواصل الأمم المتحدة تسجيل جرائم الجيش الروسي وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، وتدعو إلى تقديم جميع المتورطين إلى العدالة، سواء الذين أصدروا الأوامر أو الذين نفذوها.